أنه عدة أشكال وما زال أيضا في السوق أشكال أخرى. خليني فقط نخرج عن الموضوع دقيقة، أنه سيدات البيوت لما يستعملوا المنظفات، المنظفات هي عبارة عن مواد كيميائية، الخلط تاعها أيضا خطر كبير لأنه هي مواد كيميائية وهي تعتقد أنه لما تخلط الجافيل مع حاجة أخرى تزيد من التركيز، النظافة والتركيز، بينما هذه مواد كيميائية لما نخلطوها ممكن تنتج عنها غازات سامة للمرأة. نحطوا أولا نشوفوا بالنسبة لهذا عبارة كلهم هذو الأربع أنواع عبارة عن بخاخات، كل بخاخ عنده يعني أنا أكيد لميزو يعني اضطررنا لتغطية العلامة التجارية. استفادي تفضل الميكروفون سمحنا أعتذر. مش مشكل. بالنسبة لهذا يعني إحنا غطيناهم من أجل إخفاء العلامات. لكن أعتقد إنه هذا من لونه اللي تكلم عليه المعطر. هو معطر ومبيد في آن واحد. هذا نصيحة، استعماله بكميات كبيرة ما هوش مليح. لأنه نستعمله بأماك يعني بكميات معقولة. لأنه عنا في البيت أطفال صغار، ممكن يكون عنا رضع، شيوخ كبار. الحاجة اللي خطيرة بالنسبة للبخاخات هو الجهاز التنفسي، هي تؤثر على الجهاز التنفسي وممكن تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي. وينك لما يكون عندك شخص في الدار مريض بالربو، ممكن توصله المرحلة أنه لازم له إسعاف. هذا يعني استعمالهم يكون لأنهم عبارة عن بخاخات يخرج منهم رذاذ ينتشر. النصيحة الأولى ما نديروش في السماء، لأنه لما نديروه في السماء راح يستقر فوق الأثاث، راح نديروه في أماكن منخفضة نوعا ما، يعني أماكن منخفضة. هذا بالنسبة للبخاخات. هذا عبارة عن مسحوق، يعني مليح أنه الجهة اللي مقابلتني هذا مسحوق للحشرات. الجهة اللي مقابلتني فيها مجموعة معطيات. أولا نشوفوا التركيبة الكيميائية، وش هي التركيبة الكيميائية تاعو. في حالة يعني حدوث حساسية الواحد في الدار ولا كذا، ممكن مباشرة الطبيب يقول لك هل تعامل مع مادة كيميائية. كي تكون انت يا عم بالك تقدري تقولي له، يعرف انه هذا الانسان ممكن حساس. هذا لا يوضع في المنزل كامل، لانه نعرفوا احنا انه الحشرات ما لقاوهاش الدور في الصالون ولا الدور فوق السرير. حشرات واش تختار الزوايا، الزوايا والاماكن اللي يعني بعيده. لذلك النصيحه انه هذا لما نحطوا كميات، اولا نتاكدوا انه ما عندناش اطفال صغار، خاصة الأطفال اللي يحبيو ويمشيو، لأنه ممكن يعتقد أنه هذا عبارة عن حلوى ممكن يحط يده فوقها ويحطها في فمه. هذا سم بالنسبة لطفل صغير أو رضيع. تتحط في زوايا معينة في المطبخ أو في الحمامات ما إلى ذلك. بالنسبة يعني ننصح دائما أنه يكون عندنا مادة مبيد معلوم المصدر. احنا قلنا في البداية، مبيد حشري هو خطير، لكن عنده معايير معينة، لذلك الدولة سمحت له بالتسويق. مادام الدولة سمحت له بالتسويق معناها راهو آمن نوعا ما. قلنا لازمنا نكونوا حذرين في استعماله. لذلك ما نروحش انا المبيد حشري غير معلوم مجهول. كاين بعض للاسف شديد بعض المبيدات، وكاين في الاسواق الشعبيه تاعنا يسوق لمبيدات حشريه تركيبات يعني تركيبات تاع اشخاص ومجهوله. هذيك خطر ما يستعملهاش المستهلك. نرجع بالنسبه للمساحيق وبالنسبه للبودره وما الى ذلك، على سيده البيت او الشخص اللي حيقوم بوضعها استعمال القفازات، لانه ممكن انه بين ملامسه هذه المواد الكيميائيه تاثر على الجلد ودير له حروق وما الى ذلك.